العمارة فيها كم شقة؟ العمارة دي 40 شقة. عملنا حد موطن يوم الخميس. عمارة 40 شقة وكل شقة فيها 5 أفراد. راجل ومراته وثلاث عيال، ده أقل حاجة. في بقى اللي عنده 4 عيال واللي عنده 5 عيال. وزي ما أنت شايف كده. العمارة ممكن في يوم من الأيام تقول حب مرة واحدة تنزل على الإيه؟ على الخلق اللي هنا. هم كده ضحكوا عليه ضحكوا علينا وعملوا صيانة بعتنا في الجو وزارة الإسكان والبحوث والجهاز مدينة البلد تمام؟ كان التاني إن هم بعتوا لنا شركة تعمل لنا صيانة في العمارة. طبعًا ما اتعملتش الصيانة صح. إذا كان سباكة، إذا كان كهرباء. إحنا بنشتكي كل الناس اللي بتشتكي هنا في العمارة بتشتكي من الكهرباء، بتشتكي من السباكة. يعني الجار اللي فوقيا والعمدان اللي مصدعه والعمدان اللي مصدعه. يعني القصر العماره دي من ايام الباشمهندس حياه ما كان ماسك الجهاز. العماره دي جالها ازاله مرتين وهم لغوا قرار الازاله يلغوه ليه؟ لصالحهم لصالح دماغهم. مش فاهم مش عارفين القصه دي ليه. واحنا سكتنا بلغنا وعملنا على النت وكلام من ده. بصينا تلاقينا في هيئه البحوث بتاعه الانشاء والتعمير جت فحطت السملات الارض. طلعت السملات الارض محتاجه اواعد تاني. قال لك العمدان دي كلها تدعم 36 عمود يدعموا عشان العماره ما لهاش سملات في الارض قايمه على اواعد عاديه. طبعا احنا ما نعرفش الكلام ده. في الشغل هم الباشمهندس اشرف بالمقاولين بتوعه ماشي، هو ونفرين عماله، نفرين بيشتغلوا نحاتين ومبيضين وبتوع حداده ماشي وبتوع صب درج ويركبوا تركيب سلم. صح. مفيش حد اختصاص اشتغل معين. مفيش صناعيه. مفيش صناعيه اشتغلت. رجاله عشوائيه بيلزقوا جله من هم على راي الجيزه. لزق جله وخلاص. انت شايف السلم درج عالي ودرج واطي. درجة 35 ودرجة 18 ودرجة 10 ودرجة 7 سنتي ماشي. العمدان اللي هم دعموها بتطبل، بتخبط عليها زي ما انت وريتك في الفيديو كده بتطبل. يعني معناها ان هي فاصلة من جوه، مفيش ده ايه؟ اساسيات. شقتي انا اللي المفروض تتعمل عشان انا متوضبة عندي ومعمولة مادة حراري في السقف، ما رضوش يعملوها للشقة عشان انا بتكلم وبقول يا خلق هو الحقوني عايزين نعمل السباكة عايزين نعمل الكهرباء رافضين يعملوا لي انا اي شغل اطلاقا. وادي الناس اهي تشهد بذلك. حصل. تعالى يا حاج. وانا عندي دلوقتي السباكة الحمام غير قام وياه والسباكة شارع دوشه ما عملوش اي حاجه. كل الشغل اتعمل ده ولا ليه اي لازمه. ممكن احنا في اي وقت نروح العماره تقع علينا. انا واحد من الناس معايا ثلاثة عيال غير أمهم. يعني أقل شقة زي ما أبو إبراهيم بيقول أقل شقة فيها 5 أفراد. يعني أقل أسرة 5 أفراد وأوضة وصالة معرضين إن إحنا نموت في أي لحظة. واتكلمنا كتير وبعتنا شكاوى كتير عن أبو إبراهيم بعت كذا شكوى وإحنا كنا معاه. مفيش حد رقم العماره ولا العماره 48 حي اول مساكن الزلزال. عماره 48 حي اول مساكن الزلزال. والعماره الوحيده دي اللي من 35 سنه او من 25 سنه ما اتعمل لها صيانه خالص. انا ساكن هنا من 93 من ساعه الزلزال. الزلزال 92 وانا استلمت هنا 93. من ساعتها العماير كلها اللي حوالين منها اللي هي بتيجي على الواجهه يعملوها وينظفوها من بره يرشوها عشان الوزير معدي يشوف الايه يشوف العماير متوضبه ومتنظفه. لكن جوه ما بيعملوش حاجه. اهو طبيعه اهو الطبيعه اهو يا باشا. مفيش اي صيانه لينا هنا خالص غير السنه اللي فاتت دي ودي. ولا كهرباء ولا برضه ما اتعملش صيانه ولا محاره ولا برنيطه ولا اي حاجه. الكهرباء دي كان كل شويه من 5 دور لاول دور الحريم بتصوت والعيال الصغيره بتصوت وبتجري في الشارع. الكهرباء دي كانت بتولع. كنا محضرين جنب شويه جراجل رمل. وطبعا احنا كنا في شارع. لا ما انا اوري له احنا رابطينها ازاي دلوقتي. يعني بقول للباشا هنوري له احنا رابطين اللوحات الكهرباء ازاي. عشان ما فيش حد بيجي من الصيانه بيركب كابلات جديده وانشاءات جديده وخراطيش وكلام من ده. ما فيش.
هو بيربط بسلكانه ويوصل بسلك وخلاص، اللي يموت يموت واللي يعيش يعيش، هو ماله. بس يا فندم الحيطة ايه فاصلة عن الايه؟ عن السقفية اللي شايلة السقف فاصلة ايه؟ وهناك ايه فاصلة؟ الجنب فاصل. عندي عمودين جوه الشقة مكسورين. فتحها كويس، مفيش واخد السكه بتاعتها لا من بره ولا من جوه، واخد السقف وبس. يعني كانت الاول عايشه كويس. اهي ده شغل قديم، ده شغل قديم، السكه بتاعته ماشيه حلوه اهي. بتعيدها ازاي؟ بره جوه؟ لكن بقى الشغل اللي هم كسروه ما امموش اي حاجه. ما عملوش حاجه عادي. لا وتحت هتبان اكتر من هنا. عملوها على الردم، عملوها على الردم، على الردم ما تعملش يا استاذ ولا السلم يا ابني ولا سقوا اي كلام من ده، حطوا في العشوائي ما سقوش. ايوه ما سقوش السلم خالص، ما سقوش، عملوا لنا اي كلام، واحده طالعه وواحده نازله. ماشي هتشوف ممكن تروح مقفيه على وشها. كسروا هنا برضه، هم اللي كسروا هنا ما رجعوش. ما رجعوش. الله يعيدك كده عشان الراجل بيسجل اسمه. يوسف وري له البص ده ما اتعملش. بص يا يوسف ده ما اتعملش خالص اهو. اهو. ماشي. كل البلوك ما اتعملش. لاحظ ان الحديد اهو. اه بص. الحديد اهو. اه اه. ما عملوش حاجه خالص يا ولد. الحديد السقفي اللي هم حاطينه فوق المفروض ان السقف بيتكسر وبيتعمل حديد ويرجع يتصب من جديد. لا ده عمل لزقوا حديد من تحت. بص السقف متظبط ازاي؟ اهو باصبعي ما عملوش اي حاجه فيه، وادي الحديد اهو. باصبعي يا دوب اتحطوا مونه طريه وبيبيضوا بيها السقف وبس. كله مخبط اهو. وش واد الشرف فوق؟ الشرف نازل من فوق ونازل كده.